قوي ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحسني حوسة ودست بعد اخر البنزين بدوسة في كل مقابلة شغلانة يتقلي لف نفسك مش حدك مدد بجنب اي حيط وخد لك بوسة رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنة لقيت حسبت تاني وتالت وتخبيت ببص في المراية كم شعرايا بيضة دين وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت بتعامل من عيلتي على النعالة وحالتي حالة ثقتي بنفسي راحت النجاح بقى استحالة نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفسي القى دنيا تانية اهرب بيها لو حتى ثانية وفي يوم قالهالي صاحبي واللي يدلك على الطريق ما يفيدش صاحب غير صاحبه اسمع من الصديق قالي في قعدة ضرب حلوة بالليل عاملينها سألته هاش ضحك قالي بيسا قلت له لد منها قالي ما تخافش مش ممكن تدمن من أول شكة أقنعني بالليل فعلا شكت لي أول شكة مفصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت بكلم نفسي من جوه وبرغي ومن بره ساكت همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وداهت عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة دفنت نفسي تحت البطانية جسمي مدنك نمت في أقل من ثانية نومة واحد متدنك قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة هي الحياة رجعت تاني للواقع والعكننة عدى النهار بطيء كأنه كان شهر أو سنة نفس النهار يعدي بسرعة واضرب تاني أرجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني خلوني أضرب معاهم كل يوم وبتعزل خلاص دخلت السكة والطريق بيترسل فجتني صاحبي في يوم قالهالي في وشي خفة عوم أجيب فلوس منين ليا الميت يضرب كل يوم شاشة في جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم من النهاردة مفيش ضرب ببلاش مفهوم روحت تاني يوم في معاد الضرب جسمي اتكهرب كراديك في ظهري ومناخيري سايلة وبتسرب عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس كله كرهني وبيهرب مني اتقلت على النفوس 50 جنيه في 50% في 100 بس رأي وماتي فلوس من بيته كله شك فيا نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة هي ذهب امي موبايل اختي لابتوب اخويا سرقتهم نزلت اهرب من البيت وقفنا ابويا حاول يمنعني مسكني من ايدي جامد زقيته اتخبط في الحيط وبص لي ازاي ابنه واذيته خد مني كل حاجة وتربس الباب غضب ساعتها طلبت اغرب حاجة ممكن تطلعي عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمة اتهمني بالجنون وداري كام شتيمة بدن كل القوض بتتفتح عيلتي بتتفرج لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج سحبت بنت اختي 3 سنين ناحية شباك هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك امي بكت بحرقة قدامي فوق الثواني رميتلي فلوسه بصوت عالي مشوفش وشك تاني امشي مالكش ام يا ابغض من شيطاني خدت الفلوس وجيت عارف مش راجع بيتي تاني قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة هي الحياة هو انا زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول ملي خسرت كل اهلي واصحابي بقيت وحيد فجأة افتكرت جار من سني ساكن لوحده طول عمره ابوه في عارة برا مصر وشهري فلوس يبعتله شديته زي ما اتشديت انا لنفس الطريق لقيت مصدر فلوس جديد وبيته لقيت صديق نضرب سوا بفلوسه وبيته ملناش ظهور شقت سنين ابوه خلص كله في 4 شهور وفي ليلة بنضرب جات له مكالمة ما صدقهاش ابوه عرف ان ابنه بيسرق واتنقل انعاش كل عصب في جسمي اتوتر زودت الجرعة اكتر المعتادة خلاص ما بقتش اتأثر شريط حياتي بيتعرض قدام اخبار فاخبار طلبت السم في عروقي زودت اكتر واكتر نفسي افنى واخلص من الدنيا زي الميه اتبخر كمان زودت سن جسمي كله اتلون اصفر صاحبي فزع قام واتسرع مالك اصفر ليه يا جدع جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحياه اتلدع رغم اني غرقان في العرق جسمي متلج موجوع وجع من خبطتي في طسل طولي جسمي على الارض اترزع جسمي رافض لكل امر مني القوه تهدد الدنيا بتضلم تدريجي واحدة واحدة اسودت اخر لقطة في حياتي شفتها كانت مأساة صاحبي مرعوب وبيراقب فراقي للحياة قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة هي الحياة هو انا زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول مليت انا عمري بسرعة انتهى رجعت شريط حياتي ملقتش في حاجة عدلة تتذكر لي عملتها
رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنة لقيت حسبت تاني وتالت وتخبيت ببص في المراية كم شعرايا بيضة ليه وابويا هو اللي لسه بيصرف عالبيت بتعامل من عيلتي على النعالة وحالتي حالة ثقتي بنفسي راحت النجاح بقى استحالة نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفسي ألقى دنيا تانية اهرب ليها لو حتى ثانية وفي يوم قالها لي صاحبي واللي يدلك عالطريق ما يفيدش صاحب غير صاحبه اسمع من الصديق قال لي في قعدة ضرب حلوة بالليل علمها سألته هاش ضحك قال لي بيزا قلت له لك منها قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن منها أول شكة أقنعني باللي فعلا شكت لي أول شكة مفاصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت بكلم نفسي من جوه وبرغي ومن بره ساكت همومي شبه تاهت والرؤية باهت في باهت كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وداهت عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة دفنت نفسي تحت البطانية جسمي اتقلب نمت في أقل من ثانية